ليش بشتري منك وانت تعرض علي منتج او خدمه؟ شو اللي بيخليني اشتري منك؟ شيئين. اذا عندك زباين يترددون في الشراء منك، هم يحتاجون شيئين منك. فكر فيها، انت كبشر كيف تقدر تقول انسان قريب مني اذا في ميزتين؟ اذا فاهمنك ومهتم فيك. فكر في اخوانك، فكر في والدينك، اصدقائك، يمكن اقرب الناس لك. اذا فاهمينك يعني يفهمون شو يزعلك، يفهمون شو اللي يفرحك، يفهمون حياتك، يفهمون طموحك، مهتمين فيك، مهتمين انك توصل هذا الطموح، مهتمين في تحسين حياتك، مهتمين في اللي حولك، في اللي انت تهتم فيه، في اهتماماتك، بتقول هذا الانسان قريب مني. الزبون نفس الشيء، تبغى تبيع لي منتج؟ قل لي انك مهتم فيه. لا تقول لا انا مهتم بس، لا لا لا، وصل لي المعلومه، قل لي انك مهتم فيه وفاهمني، فاهم مخاوفي، فاهم نقاط فخري، نقاط ضعفي. اذا انت فاهم هذه الاشياء انت بتغطيها بدالي. وإذا أنت مهتم فيني فأنت مو مهتم أنك تبيع، أنت مهتم أنك توصلني من نقطة ألف لنقطة باء. وصلني المعلومتين وبكون زبون.